إذن للحديث عن مجريات الاقتراع في تركيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب الكاتب السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. بداية، يعني كيف تصف الإقبال على الانتخابات في ساعات الصباح الأولى في العديد من الولايات التركية؟ نعم، بالفعل هناك يعني إقبال كبير جدا في المراكز الانتخابية، وخاصة في المدينة التي تواجد فيها عنتاب، وأعتقد في عموم تركيا الإقبال كبير جدا. هناك ازدحام في معظم المراكز الانتخابية، وخاصة في محافظات الجنوب وكذلك في باقي المحافظات. يعني اليوم أنا ذهبت للانتخاب، بالفعل هناك ازدحام، يعني وهناك أيضا حماس كبير جدا، حتى أن شابة تركية كانت ترتجف، قالت أنا اليوم متحمسة ومتوتر أكثر من يوم عرسي. فبالتالي حقيقة الناس هنا في ترقب، في حماس، في يعني يعرف بأن صوته له قيمة وأنه سيحدث فارقة وسيكون له تأثير في الانتخابات. فلذلك الكل شيبا وشبابا وشبانا كلهم ذهبوا إلى مراكز الاقتراع لإدلاء بصوتهم والقيام بواجبهم الانتخابي. أستاذ عبد الله، وأنتم في غازي عنتاب، يعني ماذا عن الإجراءات المتبعة خاصة في الولايات التي ضربها الزلزال، وأيضا بالنسبة للنازحين من تلك المناطق؟ نعم، يعني طبعا الهيئة العليا للانتخابات يعني أجرت مسحا شاملا بمعيدة حدوث الزلزال، وحددت أماكن المدارس الصالحة لإحداث مراكز انتخابية فيها، وكذلك أحدثت أيضا مراكز انتخابية في المخيمات بسبقة الصنع، وأيضا من لم يستطع العودة إلى منزله وعنوانه الأساسي في المدينة التي ضربها في الزلزال قام بمراجعة النفوس، وتم يمكن أن يصوت في المدينة التي تواجد فيها. هذه من ناحيه اخرى ايضا مؤسسه الافات، مؤسسه الطوارئ التركيه، خصصت او دفعت اجور مواصلات نقل المواطنين من المناطق التي تواجدون فيها المناطق الزلزال لإدلاء باصواتهم. فلذلك الكل يعني هناك حقيقه شاهدنا على وسائل الاعلام اقبال كبير جدا، مسنة مثلا في كركلار إيلي على نقاله تم الإدلاء بصوتها، وايضا هناك مسنة اخرى في شانليورفا باسطوانه الغاز، كان ابنها يحمل اسطوانه الغاز وأتت وأدلت بصوتها، وهناك عروسان تركيان أدلوا صوتيهما بلباس العرس. حقيقة هذه المظاهر تظهر مدى اهتمام الشعب التركي بهذه الانتخابات المفصلية من تاريخ تركيا. طيب أستاذ عبد الله، على أي أساس يمكن أن تحسم النتيجة لانتخابات رئيس الجمهورية التي تجري في هذا اليوم؟ يعني كانوا 4 مرشحين كما قلتم في تقريركم، أيضا مع انسحاب محرم إنجا. يعني هناك تحليلات تشير إلى احتمال كبير جدا بحسم الانتخابات في الجولة الأولى بعد انسحاب محرم إنجا، لكن لمن يعني تنتهي النتيجة لتقول أصوات المرشح المنسحب لا أحد يدري، لكن بالعموم هناك احتمال كبير جدا أن تحسم هذه الانتخابات من الجولة الأولى وحصول أحد المرشحين الثلاثة على أكثر من 50%، يعني يكفي أن صلى 50+1 حتى يعلن بأنه هو المرشح الفائز. أستاذ عبد الله، على ذكر انسحاب محرم إنجا، هذا الانسحاب هل سيؤثر على نتيجة انتخابات اليوم؟ بالتأكيد يعني هناك كان احتمال كبير، يعني تحليلات واستطلاعات الرأي تشير إلى بقاء حسم النتيجة إلى الجولة الثانية، لكن يوم مع انسحاب محرم إنجا الذي كان يتوقع أن يحصل على نسبة لا يعني تتراوح بين 3-7% أن يذهب إلى صالح أحد المرشحين، فبالتالي يمكن أن يحسم النتيجة من الجولة الأولى وعدم الذهاب إلى الجولة الثانية بعد أسبوعين. أستاذ عبد الله، لو انتقلنا إلى الانتخابات البرلمانية، يعني ما هي الأغلبية التي يجب أن يحصل عليها المتحالفون من الطرفين، وذلك من أجل تشكيل الحكومة المقبلة؟ نعم، يعني كما تعرفون النظام الرئاسي بعد انتخابات 2018 انتقل للنظام الرئاسي، الفائز بمنصب رئيس الجمهورية هو الذي سيشكل الحكومة، لكن الأغلبية البرلمانية هناك طبعا 600 عضو في البرلمان التركي، حتى يستطيع رئيس الجمهورية أن يمرر جميع القرارات دون عرقلة من البرلمان يجب أن يكون حزبه أيضا أو تحالفه حاصل على الأغلبية المطلقة وهي 50+1، يعني 301 نائب حتى يستطيع أن يعمل رئيس الجمهورية بأريحية ويستطيع تمرير جميع القرارات من مجلس النواب. الرئيس التركي أدلى بصوته في اسطنبول، أيضا في نفس الوقت دعا الأتراك للتصويت بكثافة.
إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات الإصرار على موضوع ديمقراطية الانتخابات في تركيا، خاصة أن هناك حملة لتشويه هذه الانتخابات، حملة غربية أقصد في ذلك؟ نعم، يعني الشعب التركي يعني مدرك مسؤولية الملقاة على عاتقه. يعني في انتخابات 2018 كانت نسبة المشاركة 88%، وهي نسبة عالية جدا يعني على المستوى العالمي وعلى مستوى أوروبا حتى. ومتوقع أن هذه الانتخابات أيضا تتجاوز هذه النسبة، إذا لم تكن مثلها تتجاوز هذه النسبة، لأن هناك إقبال كبير، لأن هذه الانتخابات يميزها هناك كتلتين كبيرتين، كتلة يمثل الحزب الحاكم وكتلة يمثل المعارضة، كلهم يتجمعوا يعني في كتلتين كبيرتين جدا، فلذلك هناك حماس كبير. وأيضا استطاعت الرأي تبرز تقارب النتائج بين الكتلتين، فلذلك الكل يحشد مناصري وناخبي بأن يذهبوا للانتخاب بكثافة حتى تكون نسبة المقترعين كبيرة جدا، وتبرز الانتخابات الكتلة أو التحالف الذي سينجح في هذه الانتخابات. عبر سكايب من غازي عنتاب الكاتب السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو، شكرا جزيلا لكم.